وش حكي احنا نحكي واحلى وقت كنا نقضي بالنا الشباب كل شي تلقى بيه وش حكي خوش حكي خوش حكي احنا نحكي خوش حكي خوش حكي خوش حكي احنا نحكي هلا شلونكم؟ نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج خوش حكي اللي يجيكم من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك انستغرام كل اسبوع. عندنا أسئلة الشارع ويا زميلة آية القيس واكيد ويانا الزميل مصطفى داخل ونشوف شو محضر من فقرة لهذا الاسبوع. عندنا ايضا تقرير عن جدار الامنيات الموجودة في ساحة التحرير. وهسه راح نبدي اولى فقرات حلقتنا لهذا الاسبوع ويا آية القيسي في أسئلة الشارع. نروح الآية. اهلا وسهلا بكم ببرنامج خوش حكي. ابرز ميدان التحرير العديد من القضايا المهمه وابرزها معرفه الشباب بعضهم للاخر وكذلك التعرف على المهارات والقدرات التي يمتلكونها. باختصار اصبحت ساحه التحرير صوره مصغره لكل فئات الشعب دون التمييز في الطائفه او الدين وكذلك المستوى الاجتماعي. الأغلب في بداية المظاهرات راهنوا على فشل هذه التظاهرات وأن الشباب الذين يقودونها هم جيل الببجي أو جيل ألعاب الفيديو وأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية بأنهم جيل الإدمان على الإنترنت ولا يدركون زمام الأمور لكنهم أثبتوا العكس وأدركوا جميع المشاكل التي يمر بها البلد. ليس هذا فقط بل يدركون أيضاً الحلول المناسبة لهذه المشاكل. هذا الجيل يختلف عن الأجيال اللي سبقته إنه هو جيل ما يعرف الخوف. إحنا مو جيل الكلام المنبق، إحنا جيل الأفعال. تعرفنا على نفسنا من خلال تعاوننا وتوحدنا وقيمنا وعاداتنا هنا من خلال المبادرات والفعاليات والمشاهد العديدة اللي شفناها بساحة التحرير من فن وغناء ورسم وفعاليات كثيرة وأيضا صارت ماراثونات وهاي هاي كلها خلت الشعب العراقي يتعرف على نفسه ويتوحد وينجمع من جديد من خلال هذه الساحة هنا. كانوا يقولون علينا جيل مو واعي وجيل السهر وجيل الألعاب الإلكترونية لكن ثبتنا لهم العكس على أرض الواقع. إحنا اللي ثبتنا بساحات وإحنا اللي غيرنا الواقع. كانت العالم مقضى علينا إنه إحنا جيل إلكتروني فقط ملتهم باللعب وشغلات تافهة بس إحنا وصلنا صورة غير شكل بهاي المظاهرات. وصلنا إنه جيل كفوء قادر على تغيير كل شيء. أثبتوا وعيهم من خلال الفن من خلال مساعدة المتظاهرين مثل ما نشوف ساحة التحرير هي مو مجرد ساحة اعتصام اليوم هي بمثابة متحف يستقطب الزوار والناس والسائحين لأنه بي فنون موسيقية بي سينما بي جرائد تطبع بي رسم بي لوحات تحس أنه أكو حياة تختلف تماما عن اللي عشناه وكنا نعانيه. هذا الجيل اختلف عن الأجيال السابقة بهواية أمور. الأجيال السابقة كانوا ضمن حصار. أنا أظن إنه هذا الجيل قادر على كسر كل القيود. إحنا طالبنا بحريتنا وإن شاء الله نحصلها وباقين هنا إلى أن تحقق كل مطالبنا إن شاء الله. الجيل النظام القديم كلش كان محاصر وما طلع الدول الخارجية. إحنا جيل طلعنا بالأجهزة وكان كلش مفيد التليفون إنه. وهذا اول تليفون يعني اذا مو كان فاشل كان ما سوينا هذا الشيء. اجتمعنا بالبدايه هنا من اجل التظاهر وحب الوطن، بس هاي الجمعه خلت الناس والشباب تكتشف مواهب كثيره وجديده عندهم، مثلا يجوز اختصاصه طبي بس لقى عنده مواهب بغير اختصاصات. انا مهندس، جيت هاي الخيمه عرفت هواي شغلات، عرفت انه اطبخ، عرفت اعالج، عرفت كل شيء اسوي، ما تصورت انه عندي هاي القدرات كليتها، بس من جيت هنا عرفت اكتشفتها.
مثلاً اللي يمتلك لغة دي يتواصل مع الصحف الأجنبية، المحامي دي يساعد الناس المسجونين، المهندس ساعد بتجميل المكان بطريقة هندسية مثالية، الكهربائي مثل ما تشوفون الكهربائي اللي سوى المطعم التركي هو رجل كهربائي بسيط، لكن من خلال فنه وموهبته ساهم ببث الحياة بالمطعم التركي، يعني اكتشفوا وجودهم وفنهم من خلال المظاهرات ومن خلال ساحات الاعتصام. الوحدة الوطنية اللي حاولوا يفتتوها من عام 2003 إلى يومنا هذا، وهم يحاولون يزرعون الطائفية والتفرقة بين الشعب، لكن إحنا هذا الجيل اللي ثبتنا إنه ماكو فرق بين مسلم ومسيحي وبين صابئي ومندائي، إحنا عراق واحد. من يوقع واحد ما يعرف هذا أخوه سني شيعي مسيحي يعرف إنه هذا عراقي ويجي يشيله ويروح. اليوم ابن الرمادي يجي يطبخ هنا، ابن كركوك موجود، الكردي موجود، يعني عندي أصدقاء من سنجار جوي حتى يدعمون المظاهرات. هاي المظاهرة عرفنا نفسنا. راح نسأل شبابنا عن موضوع يهم الشارع العراقي بصورة عامة، وهو شنو اللي يميز التظاهرات في العراق؟ ابقوا ويانا يعني خلينا نشوف شبابنا ونسألهم بشأن هذا الموضوع. اللي يميز مظاهراتنا سلمية. أحلى ما بالمظاهرات بها كل العراقيين الشرفاء. أحلى ما بالمظاهرات ما بها بس العلم العراقي. أحلى ما بالمظاهرات النصر. أحلى ما بالمظاهرات التآخي. سلميتي عراقية. اللي يميز مظاهرتنا قلب على قلب. حب العراق فوق كل المسميات. مظاهراتنا بها وعي عالي. مظاهراتنا تعدل الراس مثل شاي العراقي. عاش العراق. المرأة لها حق بالمجتمع، لها جزء كبير بالمجتمع، حالها حال الرجل. ما كنا نتوقع كثير من البنات كانوا ما يطلعون، كانوا يخافون يطلعون ويحتكون بمجتمع مليء بالشباب، لا الحمد لله صاروا جريئين يطالبون بحقوقهم. أتمنى أنه بعد ولا واحد يسئلها وتكون قدوة للمجتمع أجمعين، مثل ما طلعت وناضلت وطت هواية ساعدة الشهداء. أتمنى أنه بعد ما واحد أحد يسيئلها ويطوها حقوقها كاملة، مو تطلع مرة بالشارع ويجيها واحد يقلها عيب طالعة. هاي المرة هي اللي طلعت وساعدتك ووقفت ويا أختها ذولي. بهذه المظاهرات صرنا أخوة، صرنا يد واحدة، صرنا عراق واحد، ماكو أي فرق بيناتنا، ماكو فلان من منطقة فلان من محافظة، صرنا كنا عراق واحد. بساحة التحرير وبعد ما صارت هاي المظاهرات المرأة أثبتت نفسها كمسعفة وكطبيبة وكتنظف الساحات، يعني أثبتت دورها أنه هي حالها حال الرجل، يحق لها تتواجد بهاي الساحة لأنه العراق هو أيضا عراق المرأة وليس فقط عراق الرجل. المظاهرات إذا لا سمح الله ما نجحت فهي أبنة مبادئ بداخلنا وشجاعة وعدم الإسكات عن الحقوق. أنا والدي بيوم اللي ما أروح للمظاهرات يخابرني يقول لي ها بابا أنت وين؟ أقول له بالبيت، يقول لي ليش ما طلعتي بابا المظاهرات؟ أنا أشكر أبويا جدا بهاي ثقتي بيه. مثل ما شفتوا سمعنا وسولفنا ويا شبابنا، هم فعلا جيل أثبت العكس، يا رب بكل التوفيق لهم. هسه لهنا انتهت فقرتنا، خلونا نكمل باقي فقرات برنامج خوش حكي. شكرا لك يا آية القيسي، وبعدنا مستمرين وياكم فقرات حلقتنا لهذا الأسبوع. من آية القيسي وين نروح مصطفى؟ من آية القيسي خليكم وياي، فقرتي هذا الأسبوع كلش مختلفة. مثل عراقي عنده انه كلش معروف ويقول قوم التعاونت ما ذلت. تعالوا خلينا نشوف اخوتنا المتظاهرين شلون متعاونين فيما بينهم بساحة التحرير، وهذا واحد من الامثال اللي هواية بساحة التحرير. بدوا العمر خلي على الله. انا شفت لك مقطع فيديو الفترة الأخيرة. مظاهرة؟ الهاي مظاهرة ما عرفتهم لحد الآن. أنت بطلة. والله أنا أفتخر اليوم عندنا أمهات عراقيات وخوات عراقيات قويات مثل شنو.
انتم هنا للتكاتك اللي تحتاجون بنزين، من واحد يصير عنده بنشار، التيك توك توقف، شلون تتعاونون بيناتكم؟ واحد يطل الاخ يعني بس ذاك يوم صار صاحب البنشر اعطيته السبير مالتي بنزين، هم واحد يطل الاخ، مرات هاي البنزين خاله مال قيلان هم من فول منها، العالم تطي. اكيد بعدني مستمر وياكم، راح نشوف هاي المفرزه الطبيه ونشوف شلون يتعاون. احنا هنا من يوم 28 موجودين، احنا كنا نغذي اكثر مفارز التحرير بالعلاج اللي عندنا، لان الداعمين عندنا كل شوي ما شاء الله وكلهم مدنيين ومستقلين ما متابعين لاي جهه، فاحنا كنا نغذي اكثر مفارز التحرير، بس حاليا باعتبار انه ضرب ماكو، الضغط على الدواء قل، بس نحتاج قياس ضغط ناخذه له بصفنا من غيرنا. هسه ايش قلنا شو نسوي ان شاء الله؟ اليوم طالعه كيه كامله محمله لها الناصرين، قلنا ندز محافظات ما شاء الله يعني. السلام عليكم، شلونك؟ باسل قواك الله. حبيبي انتم هناك اخوه متظاهرين، شلون متعاونين بيناتكم؟ والله ما سمعت، شوف واحد يساعد الاخر وننتفق جروب بينا، مسؤول الجروب مالتنا، فقال عندنا خدمه تنظيف. هالحكي تقريبا يوم 27 بشهر 10. انتم هناك كفنانين شلون متعاونين بيناتكم حتى ترسمون هاي اللوحات؟ تعاون حلو هنا، واذا احتاجين اي شيء او مسانده من احد نطلب من عنده وما يقصرون، والعنده يجيب. انا انت كان حات من جهه سويت ذني شيء، اكيد صديقك ساعدك، واحد من ساحه التحرير ساعدك، فشلون صارت روح التعاون هنا؟ صارت روح التعاون بعزيمتنا، بوفانا، بحبنا، بطيبتنا، واي شخص اقول له هو اللي يسبقني مو انا اللي يسبق، هو اللي راح يسبق. تعاون، الفه، محبه، فن، جمال، اخوه، كل هاي اليوم شفتهن بساحه التحرير. فعلا قوم التعاونت ما ذلت. مني ومن ساحه التحرير الروح، نروح ايضا الى ساحه التحرير والى جدار الامنيات، نشوف هذا التقرير وراجعين وياكم. نروح. احلم بتعليم زين، احلم بوطن بامان، احلم بمستشفى نظيفه، احلم بشوارع مبلطه، أحلم بعراق ما بي حرب. هذا المكان قبل كان حمامات صحية، بجهود الشباب قدرنا أن نحوله من الأسوأ للأحسن، وأنت مثل ما قاعد تشوفون يعني عباراتنا على الحياة كلها أمنيات الشعب العراقي، وشيء حلو يعني من ضمن الشيء الايجابي اللي صار هنا بساحة التحرير انه شباب تعرفوا هنا يعني على علاقه ويا بنات وكذا، وصارت صار زواجهم على منصه التحرير. اللي طرح الفكره بالمعرض، معرض جبل احد، مجموعه من الشباب انه تريد تعبر عن امنياتها باي طريقه كانت، فلقوا هذا المكان المناسب طبعا لهم على مود يعبرون عن امنياتهم. هي فكره حلوه، كلش حلوه وراقيه، تخلد بها هاي ثوره الاكتوبر، نقدر نشارك بها من امنيات الكل، امنيات الشباب، امنيات كلها مختلفه، بس السائد عليها هي امنيات الوطن، امنيات الحياه الكريمه. اكثر الامان اللي انكتبت على حائط الامنيات انه نريد وطن، عبارات سلميه، عبارات يعني تشوفها أنت ترتاح نفسياً، ما بيها أي عنف، ما بيها أي طائفية، ما السني والشيعي والكردي والمسيحي والصعبي كلهم اجتمعوا سوا، والأمنيات مالتهم يعني وحدة بصف الثانية، يعني هذا شيء إيجابي. جميع الأمنيات هي أن تدعي للعراقيين بالنصر، إن شاء الله تنتصر الثورة على الظلم والطغيان. من قرأة أماني الشباب أمنياتهم سلمية بأنه يردون وطن، يردون تعيين، مو هذا حالهم وكاتلهم القهر. لو اللي شهيد اللي وقع بالقاع 500 دينار شايل بس ليش؟ واحنا اغنى وطن، ابسط مثال احنا اهل النفط وكلها باقته، شنو ذنبنا احنا؟ بس ما اقول ان شاء الله غير حقنا يطلع، امانينا بريئه، احنا كل شيء ما نريد من عندهم، مجرد تعيين ووطن وعيشه كريمه لا غير. امنيتي هي امنيه كل الشباب، امنيه كل مواطن عراقي، هي امنيه ان نريد وطن، نريد نعيش بحياه كريمه، نريد نعيش بحياه نستحقها احنا، حقوقنا تكون مضمونه.
نشهق ترابك بالعبرات. بيت شعر البارحة سمعته من أحد المصابين، أول شيء إجا بالي من دا أكتب كتبت هذا البيت الشعر لأن أثر بيه بشكل مو طبيعي. أنا شغلي أعلق أمنيات العالم، كنا نزقن على الحائط فالحائط قام ما ترس فنعلقن فوق لأن أمنيات العالم هواي. حلو شبابنا، وأمنياتي تتحقق كل أمنياتكم الحلوة يا شبابنا. نروح إلى تقرير عن سينما ثورة اللي افتتحوها الشباب في ساحة التحرير. أنا عاجبني بوع فيلم، امشي. طبعا مثل ما تشوفون انه هذا التجمهر على خيمه السينما، هي بها فعاليات يعني يوميه، اكو ندوه واكو ميوزك واكو سينما. الشباب بجهود ذاتيه طبعا انبثقت من عندهم الفكره واسسوا لها وسووا هذا الايفنت. انا قلت لك انت شنو ما تخاف وانت لا تشبش. انطرحت الفكره منا، احنا كنا قاعدين هنا على هذا الرصيف، قلنا احنا لازم هم يعني مو بس اكو بالدوله صراحه فساد، اكو بالسينما فساد. كل الناس تختار الطرق اللي تحتاج بيها، فاللي تسوي السياحية اختارت هاي الطريقة لأن هي تعرف هاي الطريقة، فإحنا هذا الطريق نعرفه وهذا الشكل نعرفه، فقررنا إنه نحتاج بالشكل اللي إحنا نحبه واللي إحنا نعرفه. وحتى اختيارات الأفلام ما تصير يعني لجنة وكذا، المادة مجرد يعني تعتبر مقبولة نعرضها، لأن إحنا محتاجين محتجين مو مخرجين بالمعنى الدقيق. بقدر ما احنا غايتنا انه نوصل للجمهور العراقي انه اكو صناعه سينمائيه. الفتره للاسف يعني خلينا نقول احنا من ال91 السينما كانت متوقفه، بعد 2003 السينما رجعت لكن كان رجوع بدون دعم، يعني بدون اي دعم لا حكومي ولا دعم شركات خاصه، وانما كان كل اللي يريد يشتغل من الشباب السينما يشتغلون كانوا يشتغلون على حسابهم. ماشاكو شرايدين الأفلام اللي راح نعرضها هنا هي كلها من الواقع، كلها من مأساة التحرير ومأساة الثورة. تفاعل الناس الموجودة هنا في خيمة سينما الثورة، بما أنه إحنا فاقدين دار عرض سينمائي، بنفس الوقت عندنا ما خلينا نقول نوصفهم بإقطاع السينما العراقية اللي تنحصر عروض أفلام بس على أفلامهم، فلذلك أكو ناس مصدومة بالإنتاجات الموجودة من الشباب اللي هنا هواي حابيها. لذلك الوقت عندنا جمهور صار مستمر موجود يجي يسألنا قبل العرض بكالساعات أربعة شلون راح تكون الجدول شنو العروض، وعندنا تفاعل على السوشيال ميديا موجود، وبنفس خيمة السينما الثورة موجود بالإنستغرام والفيسبوك. يا حمودي شبيك متحارك؟ السينما لها علاقة بالتاريخ، لها علاقة بالصناعة، لها علاقة دائما تكون حاضرة في مثل هكذا مناسبات. فأعتقد الشباب المقيمين على هذا الموضوع كانوا أذكياء أن يقومون بأنشطة ثقافية، عرض أفلام سينمائية. أسف عمو غلطت بعنوان. طيب يا جلات. تأثير خيمة سينما الثورة على بصورة عامة على المجتمع والمتظاهرين بصورة خاصة، إنه يكون ناس عندها تنظيم، إنه أوكي أكو من الساعة 6 لحد 8 أكو جدول بهاي الخيمة، شنو نوعية الأفلام اللي تنعرض، الرسالة اللي توصل للناس بعد هذا، شنو هي الأفلام شلون تأثر على الناس طريقتهم. ده نشوف أكو ناس حتى ما نعرفهم يجون قبل ساعات يساعدونا بتنظيف ولا أشياء، فهي هاي نتاجاتها. وهاي أنا شفت ناس يعني عاديين ما لهم علاقة بالسينما شاهدوا وتفاعلوا، وبيهم اللي بكى وبيهم اللي يعني أخذ الحماس وأخذت الرغبة في أن يستمر. طبعا اليوم جينا لخيمة السينما وبيها اشياء ايجابية هواي وافلام توعوية هواية، من ضمن الاشياء الايجابية انه اليوم شفنا فيلم التوك توك، بس كلش عجبني هذا الفيلم بصراحة. ابو التوك توك يعني ما اعرف شو وصفه، انا كلش احبك ابو التوك توك واموت عليك. وانا باقي لحد اخر لحظة بالتظاهرات، انا كل وسائل اخوتي المتظاهرين هو هدفي الوحيد. الهدف منه انه احنا فنانين نظهر طريقتنا، نظهر بالفيلم، نظهر بالموسيقى، نظهر بالمسرح، كل اشكال الفن انه نقدم مظاهرات. ان شاء الله احنا بعد هاي الفتره يكون اكو حلول، اكو ناس صحيحه هي تستلم المكانات الصحيحه، ونرجع بعجله السينما للناس ونعبر عن الناس اكثر. كل هذه الاشياء حتى نقول بلدنا سلمي، بلد ثقافي حضاري يحب الثقافه يحب الامان بعيدا عن الدم. شفنا سينما الثورة وشفنا كمية الوعي والثقافة الموجودة عند الشباب داخل هاي السينما،
وصلنا لكم لختام حلقتنا من برنامج خوش حكي اللي يجيكم كل خميس على يوتيوب، فيسبوك، انستغرام. لا تنسون تابعونا كل خميس. باي.